ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان السيدة إينا زايد. مرحبا بك سيدة إينا. اسمعنا، إذا أوضاع مأساوية للنازحين في عدة مناطق بالعراق، ما تقديرك لأداء الحكومة في أزمة النازحين؟ نعم، مساء الخير لكم الجميع المشاهدين. يعني أداء الحكومة العراقية فعليا يعني بالتحديد في ملف النازحين، ينظر إلى ملف النازحين على أنه يعني ملف غير متعلق بالإنسانية، ينظر له ربما من ناحية التجاذبات السياسية، ينظر له من ناحية تحقيق غايات وأهداف سياسية وديمغرافية والمنطقة ربما، ولكن أبدا لا ينظر إليه كملف إنساني بحت، وبأن كافة هؤلاء الأشخاص النازحين هم فاقدين فعليا للاستقرار وللأمن، هم فاقدين للإغاثة العاجلة، سواء كانت هذه الإغاثة من ناحية الغذاء أو من ناحية الرعاية الصحية، خاصة فيما ينتشر الآن وما تم رصده من انتشار للأمراض في مخيمات النزوح. هناك انتشار يعني في على سبيل المثال كما ذكرتم في مخيم كركوك، هناك انتشار لأمراض مثل الكوليرا والسل، يعني هناك افتقار فعليا لكافة الخدمات الطبية وأيضا البنى التحتية في المخيمات. هذا الأمر لا ينظر إليه بعين يعني الاعتبار من قبل الحكومة العراقية لغاية اللحظة. هناك فعليا إعادة جبرية لبعض النازحين إلى مناطقهم بغية تحقيق أهداف سياسية ومتعلقة بالانتخابات، ولكن ليس لأنه فعليا هؤلاء الأشخاص محتاجون إلى الرجوع إلى مناطقهم وإلى يعني بيوتهم. إضافة إلى ذلك، فإنه ما زال هناك ازدواج في المعايير أو ازدواج حتى في السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية، من حيث إعادة بعض الأشخاص إلى مناطقهم إعادة جبرية ومنع بعض الأشخاص من العودة إلى مناطقهم على الرغم من أنهم يريدون هذه العودة، مثل أهالي جرف الصخر الذين الآن هم يعني ممنوعون من دخول يعني مناطقهم. وهناك ذرائع يعني تتذرع بها الحكومة مثل زراعة الألغام في تلك المنطقة، وبأن هناك يعني عمليات تمشيط لتلك المنطقة لإزالة تلك الألغام، ولكن هذا الأمر فعليا يعد عائق لحق هؤلاء النازحين بالعودة يعني هذا إذن الازدواج. نعم. عفوا، إذا مع محاولات النازحين كما تفضلتي بالعودة إلى مدنهم، هناك عقبات شتى في سبيل تحقيق أهدافهم بالعودة. إلى أي مدى أيضا تمنع الأوضاع الأمنية من عودة النازحين؟ يعني فعليا إن كنا نريد أن نقول بأن الأوضاع الأمنية الآن غير مستقرة، يعني فلماذا يعني قامت الحكومة العراقية بشن الحرب ضد داعش وقامت باستعادة تلك المناطق؟ هي أعلنت عن تحرير تلك المناطق وبالتالي فهي تعتبر آمنة، وتحقيق الأمن والاستقرار فعليا في تلك المناطق هو من مسؤولية الحكومة العراقية على بالدرجة الأولى. لذلك فمسألة يعني التذرع بالجانب الأمني لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى بيوتهم هو أمر غير مقبول فعليا من قبل الحكومة العراقية، وغير مقبول في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل عام. هناك إعلان لانتهاء العمليات العسكرية في تلك المناطق، وهذا الأمر بالتحديد يشير إلى أن تلك المناطق أصبحت خالية من النزاعات المسلحة، الأمر الذي يستوجب أولا إعادة إعمارها وإعادتها كما كانت، وهذه نراها بالدرجة الأولى من مسؤولية الحكومة العراقية، بالإضافة إلى كافة القوات التي شاركت في النزاع المسلح في تلك المناطق مثل وبخصوص قوات المنظمات التحالف الدولي. يعني ما الدور الواجب على المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة في العراق لعودة النازحين بشكل آمن إلى مدنهم؟ نعم، يعني لابد للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية والأمم المتحدة على وجه التحديد من يعني تحميل الحكومة العراقية المسؤولية يعني عن الأوضاع بشكل عام في العراق، سواء الوضع الإنساني أو الوضع القانوني، وهي المسؤولة أو السلطة الفعلية على أرض الواقع التي من الممكن لها أن تعيد السيطرة وتعيد الأمن للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، لابد من تدخل على صعيد المنظمات
المنظمات الدولية الإغاثية ومثل الصليب الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية لتقديم المعونة والإغاثة العاجلة لكل هؤلاء النازحين الذين يقدر عددهم الآن ب 2.6 مليون شخص. هؤلاء مضطرون إلى الإغاثة الفورية والعاجلة والتي لابد من تقديمها لهم على الفور قبل الحديث عن أي حل أمني أو حل يعني سياسي في المنطقة. بالإضافة إلى يعني فتح تحقيق أيضا في كافة الجرائم وكافة الضحايا الذين وقعوا جراء يعني هذا النزاع المسلح والذين يعني لم يرتكبوا أي فعل وهم فعليا أبرياء وفقدوا ذويهم منهم من فقد بيته. هؤلاء الأشخاص لابد من إنصافهم أيضا وتعويضهم. شكرا جزيلا لك سيدة إيناس زايد، مستشارة قانونية في المرصد الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان عبر الإنترنت من عمان.